رفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان خطة سلام تقضي بإعادة رياك مشار إلى منصب نائب الرئيس، قائلة إنها لا تحد من النفوذ القوي للرئيس سلفا كير. وكان مشار نائبا لكير حتى عام 2013 عندما تحول خلاف سياسي بينهما إلى حرب تعصف بالبلاد منذ ذلك الحين. وتم التوصل للاتفاق على تعيين مشار نائبا أول للرئيس في محادثة رئيس أوغندا يوري موسوفيني بحضور كير ومشار. كم كان أمل السودانيين بجنوب السودان معقودا على محادثات أوغندا للسلام بين رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين رياك مشار، إلا أن الحركة الشعبية لتحرير السودان رفضت الاتفاق. ينبغي أن نعين اثنين من نواب الرئيس الأربعة المنصوص عليهم في اتفاق عنتيبي، لن نرضى فقط بمنصب النائب الأول للرئيس في هذه المفاوضات، نركز أكثر على قضايا هيكلية ومؤسساتية لتقييد نظام سلفا كير على الصعيدين التشريعي والتنفيذي. ويأتي رفض المتمردين رغم إعلان التوصل إلى اتفاق قبل يوم من هذا الرفض يقضي بتعيين رياك مشار نائبا أول للرئيس، وذلك خلال محادثات في مدينة عنتيبي توسط فيها الرئيس الأوغندي وبحضور مشار وكير. وصدرت مساء الأحد تصريحات إيجابية عن استمرار المحادثات. سنواصل المحادثات في الخرطوم وسننهي جولة المحادثات تلك في 10 يوليو حسب الاتفاق. الحرب بين سلفا كير ومشار مشتعلة منذ 5 سنوات، وجوبا ألغت الاحتفالات بذكرى الاستقلال للسنة 3 على التوالي بسبب تلك الحرب التي قتلت الآلاف وشردت مئات الآلاف، مع تحذيرات من الأمم المتحدة بضرورة تقديم مزيد من الدعم للنازحين واللاجئين من مناطق القتال. الآن إلى ضيفنا في الاستوديو خالد العيسر الصحفي المتخصص بالشأن الأفريقي. أستاذ خالد مساء الخير، مرحبا بك. مساء النور. السؤال هو لماذا رفض أنصار رياك مشار ما نصت عليه الاتفاقية التي أعطته لرياك مشار أو أعادته إلى منصب نائب الرئيس؟ هل يريد شيئا أكثر من ذلك؟ الفئات المكونة للمعارضة الجنوبية ليست فقط تنحصر في قوات ريك مشار، وإنما قوات أخرى متحالفة مع ريك مشار. هذه القوات هي التي رفضت هذا الاتفاق، بمعنى أنها تريد أن تستأثر بشيء من السلطة أيضا، لا سيما أن الاتفاق قضى بأن يتشكل أو تتشكل وحدة لنائب الرئيس مكون من 4 شخصيات قومية، وبالتالي هم يريدوا أن يسيطروا على منصب النائب الأول وليس ريك مشار، وهذا هو نفس الخلاف الذي تم في. هم يقولون أنه يفترض
مفترض أن يكون هو وشخص آخر نائبين للرئيس لأنه لديه 4 نواب، يقصدون أنه يكون رياك مشار نائب واحد ويكون النائب الثاني من جماعتهم من هؤلاء المتحالفين معه. نعم، هو المقصود هو أن يكون هناك نائبان للرئيس سيلفا كير يعني يستأثرون بنفس الامتيازات والصلاحيات التي قد يعني تتيح لمشار أن يكون معه شخص آخر يشارك مناصفة هذه الصلاحيات. هذا هو المقصود. بغية نواب الرئيس لن يكونوا على قدر من المسؤولية في الهرم الدستوري الذي تسعى إليه الإيجاد في المرحلة الحالية. وهل رئيس سيلفا كير ميرديت فعليا مستأثر بالسلطة لهذه الدرجة حتى يتخوف معارضوه من أنه حتى لو كان رياك مشار نائبه فإنه سيبقى متسلطا فعليا؟ بكل تأكيد هناك عدة عوامل فرضت واقع أن يكون الرئيس سيلفا كير أكثر قوة من الآخرين باعتبار أنه يسيطر على أكبر وحدات عسكرية وقوات لقبيلة الدينكا التي هي تشكل النسبة الأعلى من سكان جنوب السودان، وبالتالي السلطات الدستورية والتنفيذية التي يتمتع بها سيلفا كير بكل تأكيد هي أكبر من سلطات منافسيه في المرحلة الحالية. طيب الآن بعد هذا الاتفاق وهذا التراجع شيئا مع الاتفاق، هل سمعنا من رياك مشار نفسه أنه يقبل أو لا يقبل؟ رياك مشار مر عبر رحلة كثيرة من يعني شابتها الكثير جدا من التجاذبات. بكل تأكيد هو يعبر عن قبيلة لديها أيضا نفوذ وامتداد كبير في الجنوب، وبالتالي هو يريد أن يحقق بعض مطامع هذه القبيلة. ليست فقط القضية ليست قضية سياسية فحسب، هناك عدد من القضايا تؤثر على الصراع الذي يجري في جنوب السودان. من بين أيضا أساسا الصراع هو ليس سياسي، مظهره سياسي ولكنه قبلي في الأصل. بكل تأكيد الصراع في دولة جنوب السودان هو قبلي في الأساس وليس سياسي. هناك عدة عوامل فرضت نفسها على المشهد السياسي في الأعوام التي أعقبت العام 2013، وبالتالي هي عوامل قد تكون إقليمية. الرغبات الإقليمية أيضا فرضت واقعا سياسيا جديدا. معظم دول الجوار الأفريقي في هذا المحيط الإفريقي تسعى للحصول على مكاسب مالية وأخرى اقتصادية تتصل اتصالا مباشرا بتصعيد الأزمة في جنوب السودان. السودان لديه مكاسب محددة يزعى من تحقيقها من خلال هذا التفاوض. أيضا دولة أثيوبيا لديها هواجس أمنية، وسمعنا وشاهدنا العديد من الاحتكاكات القبلية خلال الأعوام الماضية. كينيا دخلتها مليارات الدولارات عبر عمليات غسيل أموال وفساد معلومة. الإدارة الأمريكية الأخيرة نوهت إلى ضرورة فتح تحقيقات أو تحقيق في هذا الشأن. يوغندا لديها هواجس أمنية تتمثل في امتدادات جيش الرب، وأيضا امتدادات قبلية وتأثيرات أمنية وامتدادات اقتصادية. نعلم أن يوغندا لديها رغبة في أن تنشي خطا حديديا لكي يتم عبر تصدير أو استيراد التجارة إلى جنوب السودان. السودان لديه فشل اقتصادي كبير كما هو معلوم، أدى وكان نتائج الانفصال الجنوب نفسه منذ العام 2011، وبالتالي السودان يسعى للوصول إلى صيغة توافق في الجنوب بحيث أن يتم تصدير النفط، وبالتالي يستأثر السودان أيضا بمكاسب اقتصادية. الإدارة الأمريكية لديها هواجس، المحيط الأفريقي لديه أيضا هواجس، وبالتالي أزمة الجنوب لم تعد أزمة سياسية وإنما أزمة مطامع، أزمة قبلية انطلقت في البداية وتشعبت إلى ما هو عليه الآن. شكرا جزيلا لك خالد العيسر الصحفي المتخصص بالشأن الأفريقي. شكرا لك. أشكرك.